بكم في الملتقى الثقافي هذا الأسبوع، نسلط الضوء على ما يقاسيه اليهود من أصول إفريقية في إسرائيل، مرورا بنقطة التقاء ثقافية ما بين إسرائيل وتركيا، ونطرح ماهية المعرض الفني الذي تسبب باشتباكات في مدينة حيفا مع عناصر الشرطة. ابقوا معنا. الجالية الإثيوبية في إسرائيل من التهميش إلى الاستفزاز، هذا ما يطرحه العمل الفني ليدي تيتي من إخراج إستي فيكسلر الذي يلقي الضوء على الأفكار المسبقة في المجتمع الإسرائيلي عن اليهود من أصول إفريقية. ومعي هنا في الاستوديو المخرجة إستي فيكسلر، أهلا بك، وزوجها والمنتج العاد فيكسلر، فلنشاهد معا هذا الإعلان الترويجي. شو بيزنس زاخمة نتوين خروج كآل كفود في يام كسر هكل كشور كسر ما زي אין פה תקוד מחר בבוקר אתה מתצף פה עם כל הכסף מה הקטע אומנותי שהכנת? קטע אומנותי? ברור רק מה השכר? בכל זאת חידה עם רישיון נהיגה. You better watch me. מאז שעברת לתל אביב, מסתובב לך הקופסה? אם אתה עוד מעט שוק לי, אני אפרק לך את הפרצוף, שמעת? תגיד, השתגעת? אני בסכנת חיים. אני בטוח חדש, אני אחסוך כסף ואני אוהב מפה. רק היום, בחינם, סדנה לעצם אנשים. את יודעת איך זה אתיופים? אפשר לבוא מתי שרוצים. חשבתי בחורה, הרמה, זה שחלוק של מישהי שבושת העולם. חושבת? לא, אבל עשה לך טוב. הייתי הזאת, בחורה עם קלאסה. קס. בלון נהידה, מן רדעת הנמסק? סרגלה, ילידי הסרגלה. איי, 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 פה מדברים על זה. אני באמת לא לסבית. למה אני חושב לגזמי? כזה קטן. أبدأ معك إستي، يعني ما هي القضايا التي يركز عليها هذا الفيلم؟ الفيلم يتناول العديد من القضايا، ولكن القضية المركزية هي العنصرية والصعوبات التي يواجهه المهاجرون من أصول أثيوبية. يتناول أيضا الفيلم العلاقات بين الرجال والنساء، العلاقات بين المشغلين والعمال، الاستغلال، هناك المنظفات عاملات النظافة في الفيلم كيف يتم استغلالهن، وهو يتناول أيضا قضايا العلاقة بين الوالدة وأبنائها، وهو أيضا موضوع نراه على مدار الفيلم. أنا أردت أن أتحدث في الفيلم عن ماذا يعني أن تكون إسرائيليا من أصول أثيوبية في إسرائيل. نعم، أتوجه إليك الآن العاد، يعني هل يمكن القول بأن هنالك سينما إثيوبية في إسرائيل وفي العالم؟ يعني وما هي المواضيع التي تطرحها هذه السينما إن وجدت؟ أنا لست خبيرا للسينما الإثيوبية التي تعمل في أثيوبيا. أنا أعرف أن هناك أنشطة سينمائية كبيرة في أثيوبيا وأن ملايين الإثيوبيين يعشقون السينما، ولكن فيما يتعلق بإسرائيل نحن نرى المزيد من الأثيوبيين الذين بدأوا يعملون في مجال السينما، يتناولون بالأساس حياة اليهود الإثيوبيين في إسرائيل، وهذا جميل جدا أن المهاجرين من أصول أثيوبية بدأوا يندمجون في عالم السينما ويقولون ويمررون الرسائل التي يريدون تمريرها ولا ينتظرون أن يأتي أحد من الخارج ويروي قصتهم. نعم، يعني أنتم، أنا أشيد بأنكم متزوجان، أنتم زوج، يعني لماذا قررت إنتاج هذا العمل الفني؟ هل هذا يعني يأتي من مكان شخصي نوعا ما؟ تفضلي. نعم أوكي تمام. فادي لا تفضل فادي لا تا
ب 2012 في العام 2012 نحن أنشأنا شركة إنتاج المطرح שלנו הייתה والهدف كان طرح التلفزيون ظهور الإثيوبيين في السينما والتلفاز. هذا يأتي من مكان شخصي, لدينا طفلين ونحن نريد أن ينمو ويكبرون في مجتمع إسرائيلي أكثر انفتاحا نحو الأعراق المختلفة. نريد دمج الإثيوبيين في السينما الإسرائيلية. هذا هو الفيلم الأول التجاري الذي يتناول قضايا الإثيوبيين في إسرائيل, ونحن فخورون جدا. نعم استي تفضلي. أنا أريد أنا أريد أن أضيف هذا جاء من مكان شخصي. نحن نعيش هنا في إسرائيل وتمثيلنا لا زال ينظر إلينا وكأننا مهاجرون جدد, ونحن جيل جديد, جيل شاب, والقضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية نحن جزء من المجتمع الإسرائيلي, ودائما هناك من يتحدث باسمنا وبصوتنا, وهناك فرض بما أنني أم لأطفال. نحن جزء من هذا المجتمع ولا أحد يعبر عما نشعر به. هل يمكن القول بأن المجتمع الإسرائيلي يعطي هذا الحيز للأقليات المختلفة, وخاصة يعني الأقليات من أصول إفريقية, للتعبير وللحفاظ عن هويتها الخاصة؟ في هذا الفيلم هذا ما قمت به, كان علي أن أناضل من أجل المضامين وعن كيفية رواية القصة, وهل يمكن أن نجلب الكوميديا الإثيوبية في إسرائيل. قيل لنا تعالوا وتحدثوا عن الهجرة الإثيوبية, تحدثوا عن ما يجري في إثيوبيا. حتى في مرحلة إنتاج الفيلم كانت هناك نقاشات كيف علي طرح شخصيات الفيلم. كان مهم بالنسبة لي أن لا أن يكون هذه الشخصيات تكون هذه الشخصيات شخصيات غنية متعددة. وقيل لي من أين ستجلبين هذا العدد من الممثلين الإثيوبيين. أنه تم في النهاية إنتاج هذا الفيلم, هذا إنجاز بحد ذاته. حلمي أن يرى المجتمع الإسرائيلي هذا الفيلم, وأن يعتبر الفيلم هذا أنه جزء من السينما الإسرائيلية تماما, كما يتعاطون مع باقي الأفلام الإسرائيلية الكلاسيكية, أن نتعاطى مع هذا الفيلم على أنه جزء من الكلاسيكية الإسرائيلية. استي وإلعاد فيكسلر, شكرا جزيلا لكما.